السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. عودة المتعة، عودة تشامبيونز ليج، عودة دوري الأبطال. بعد غياب طويل جدا من انتهاء دور المجموعات وكأس عالم للكبار وكأس عالم للأندية وبطولات الدوري اللي بتمتعنا فيها مباريات كتير جدا، بترجع المتعة الحقيقة مع أقوى بطولة في أوروبا، دوري أبطال أوروبا، بمباريات غاية في القوة والمتعة. المباراة الأولى والمتعة المنتظرة في واحدة من أقوى مباريات الموسم، منتظر لها تكون واحدة من أقوى مباريات الموسم، باريس سان جيرمان على ملعبه حديقة الأمراء هيستقبل فريق بايرن ميونخ. جلاتيه مدرب باريس سان جيرمان هيستقبل نيجلسمان مدرب فريق بايرن ميونخ. قبل بداية البطولة كان الفريقين من المرشحين الأقوياء جدا للحصول على اللقب، ومع خسارة فريق سواء باريس سان جيرمان أو بايرن ميونخ البطولة هتفقد بطل أو فريق قوي جدا كان من المنتظر إن هو يحصل على لقب البطولة، والفريق أما الفريق الفائز فمن المنتظر إن هو يروح لمراحل بعيد جدا في بطولة دوري أبطال أوروبا. باريس سان جيرمان اللي متصدر الدوري الفرنسي بفارق بعيد جدا عن اقرب منافسيه بيعود ليه 3 من اقوى اللاعبين. الاسطوره ليونيل ميسي بيرجع تاني للتدريبات بعد عودته من الاصابه الى جانب اللاعب العالمي وواحد من افضل اللاعبين في العالم امبابي الى جانب فيراتي. الفريق الباريسي رغم تصدره للدوري الفرنسي بفارق عن اقرب منافسيه في وجود لاعبين عمالقه بحجم ميسي، راموس، نيمار، امبابي، حكيمي، دوناروما، فيراتي، ولكنه بيقدم اداء متذبذب في هذا الموسم في وجود المدرب اجلاتيه اللي يعتبر اضعف عناصر الفريق. المركز الثاني في مجموعته في دوري الابطال خلف بنفيكا بيخرج من كاس فرنسا، الفريق بيقدم اداء متذبذب هذا الموسم مع المدير الفرنسي. الفريق الباريسي بيشارك في المباراه وهو يعتبر مكتمل الصفوف. على النقيض بنلاقي نيجلسمان مع البايرن ميونخ بيعاني من 4 غيابات مهمة جدا، الحارس نوير نسير مزراوي المغربي إلى جانب ساديو ماني واللاعب الفرنسي هرنانديز اللي أصيب مع منتخب فرنسا في كأس العالم. رغم هذه الغيابات يظل فريق بايرن ميونخ في مجموعة كبيرة جدا ومميزة جدا من اللاعبين بافارد، أوباميكانو، كيميتش، مولر، سانييه، جانبري إلى جانب الشاب الصغير جمال موسيلا. الغيابات وعودة لاعبين كبار من الإصابات تظل واحدة من أقوى المباريات المنتظرة في دوري أبطال أوروبا في دور ال 16. المباراة الثانية في نفس التوقيت اي سي ميلان بيستقبل توتنهام. الفريقين بيقدموا اداء هزيل ضعيف جدا خلال الفترة الاخيرة، خلت الميلان بطل الدوري الموسم الماضي يكون في المركز الخامس وخامس في تراجع في مستوى الفريق. اخر مباراة الفريق على ارضه بيكسب تورينو في الدوري الايطالي 1-0. لو بصينا للفريق الاخر فريق توتنهام الانجليزي بيقوده الايطالي كونتي بيقدم نفس الاداء تقريبا، اداء ضعيف متراجع جدا خلال الفتره الاخيره جعلته يوصل برضه لنفس مركز الميلان وهو الخامس في الدوري الايطالي بيقابل الخامس في الدوري الانجليزي. واكبر دليل على سوء وتراجع فريق توتنهام المباراه الاخيره على ارضه وسط جماهيره بيخسر من ليستر اللي موجود في اخر ترتيب الدوري الانجليزي 4-1 في اداء كارثي من كل لاعبي فريق توتنهام. ورغم كل اللي اتقال من تراجع وسوء مستوى الفريقين في الدوري تعتبر واحده من المباريات المنتظره القويه جدا، بيولي مع الميلان هيستقبل فريق توتنهام بقياده الايطالي كونتي. المباراه الثالثه هذا الاسبوع اللي متوقع لها انها تكون قويه جدا، بروسيا دورتموند الالماني بقياده مدربه الشاب ايدن تيريزيتش بيستقبل جرهام بوتر وفريقه تشيلسي الانجليزي. فريق دورتموند تحت قياده المانيه شابه بينافس على مقدمه الدوري الالماني، بينافس يونيون برلين والمتصدر بايرن ميونخ، بيقدم اداء وكوره عاليه جدا بيعود ليه مهاجمه الايفواري هالر بعد تعافيه عافانا الله واياكم من مرض السرطان. بنبص لفريق تشيلسي تحت قياده جرهام بوتر، البدايه مع جرهام بوتر كانت كويسه جدا ولكن الاداء من سيء لاسوء خلال الفتره الاخيره مع كميه تعاقدات عاليه جدا، تعاقد مع الفريق جواو فيليكس او انزو هرنانديز، ولكن الفريق بيقدم مباريات سيئة جدا في الدوري الانجليزي، تعادلات في اخر 3 مباريات، اخر فوز للفريق كان في نهاية الشهر الماضي. الفريق بيقدم اداء سيء جدا في تراجع لمستوى الفريق اللي وصل مع الفريق جرهام بوتر للمركز العاشر في ترتيب الدوري الانجليزي. ورغم كل ذلك منتظر لها مباراة قوية جدا بين بروسيا دورتموند الالماني وفريق تشيلسي الانجليزي. رابع المباريات اللي بتقام في نفس توقيت مباراة بروسيا دورتموند وتشيلسي، كلوب بروج البلجيكي بيستقبل فريق بنفيكا البرتغالي. بنفيكا اللي بينافسه في الدوري بورتو هو اللي تصدر مجموعه كلوب بروج عشان يصعد كلوب بروج كتاني مجموعته، وبنفيكا اللي تصدر مجموعته على فريق عملاق بحجم باريس سان جيرمان مع كميه النجوم اللي موجود. ننتظر ان شاء الله باذن الله مباريات قويه جدا هذا الاسبوع مع 4 مباريات في بدايه رجوع دوري الابطال للمتعه والتشويق مره اخرى. ده كان نهايه تقريرنا النهارده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.